Hi, طلعنا من هون. هذا سد وادي الوريعة. المنطقة هون طلعنا الدرجات كلهم فوق وطلعنا هذا السد، بس ما في، زي ما شايفين ما في مي. بس احنا في فصل الخريف، ما دخلنا فصل الشتاء، ما في ولا نقطة مية. منطقة خضراء بالخلف شوي، ظهر في بقايا المي آخر شيء. هاي المنطقة الوحيدة في هون شوي ظهر مي، ظل متبقى، باقي كله أجرد، جرداء، منطقة جرداء. إذا شايفين هاي هي منطقة السد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منطقة جبال حجر، من وادي لوريعة.